شكرا لي يا زميلة تركي جديد، شكرا لكباتنا الأعزاء في الاستوديو، وشكرا للزملاء الموجودين أيضا خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير، الليلة التي يلعب فيها الفريق الأكبر على مستوى العالم والأكثر تتويجا بدوري أبطال أوروبا ريال مدريد أمام زعيم الكرة الآسيوية وأشهر أنديتها على الإطلاق نادي الهلال في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية. يوم كبير هذا المساء، 11 فبراير 2023، المباراة النهائية في كأس العالم هنا في الرباط. لقد ساعت الحقيقة، ريال مدريد وجه لوجه أمام الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية وسط هذه الأجواء الكبيرة للغاية في يوم مشهود وكبير لكرة القدم السعودية في هذه الأمسية التاريخية ضد ريال مدريد. أكثر وأيضا من التألق توني كروس، محاولة مدريدية عرضية، إبعاد هيات المحاولات كالبخاء تمريرة وفرصة إبراهيمية بعيد عن الكل، مريقة أمام كامافينجا، صراع الكرة تحقيق الأمنيات وأيضا معارك كبرى كبيرة. سالم 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 سالم، لكن التغطية لاعبين وشخصية اللاعبين وقيمة اللاعبين وروح اللاعبين، هذا الدولي مع رئيس نادي ريال مدريد ورئيس الهلال يا لوكا مودريتش بلمسة لبالفيردي، بالفيردي تمريرة تغطية موسى موسى لبيتو مر وبيتو كرة كاريو، تمريرة تغطية في المساحة سريعة وصعبة على سعود، توني كروس على الكرة العرضية خطيرة كالبخال وفرصة وقرش، تمريرة تغطية مع خليفة في الإبعاد والبلاهي، الكرة هي لم يكن فيها تسلل على كارفاخال، التسلل على كوكا خطير جدا كارفاخال وفرصة خطيرة لمدريد، تمريرة على اليمين كارفاخال مع بلاهي برافو التغطية مبدا لما ويجبر الهلال على التغطية خطيرة لبلاهي وكرة وحصل لمدريد مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور لوهله واحده للقطه واحده في غفله واحده في كوره واحده في تمريره واحده، المدريديه يخطفون الكوره ويخطفون الهدف بعد لمسه رائعه جدا من جانب المتالق كريم بنزيما، ضرب دفاع الهلال فينيسيوس الخطير للغايه يسجل هدف اول بعد 12 دقيقه لعب في نهائي كاس العالم، الكوره اللي كانت من بنزيما غفله من الدفاع الونتو روعه والتمريره والنهايه اجمل، وبيني يضع مدريد بالهدف الاول في هذه المباراه 1-0 لمصلحه النوم، وتمريره مين في توين تسديده مره في محادات القائم خطيره من لوسيانو وبعد ذلك مرت في محادات القائم، هذا الشيء اللي راهن عليه الزعيم في مباراه الليله، التحولات السريعه ولكن مره اخرى كل الهلال غير مطالب اليوم من بين الاثنين، وبعد ذلك الكرة تبقى لمصلحته وبرافو تشامبيون صوف لبعض فالفيردي، هدف ثاني لمدريد، هدف ثاني لمدريد بعد 18 دقيقة لعب في النهائي عن طريق فيدريكو فالفيردي اللي سجل في نصف النهائي وفي المباراة النهائية مع هؤلاء القوم لا يمكن أن ترتكب أخطاء، سيكون العقاب قاسيا للغاية وهذا ما حدث مع فريق دفاع الهلال في أكثر من لقطة، سجل مدريد بعد أن كان الأفضل في الدقائق الماضية والأكثر سيطرة أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية، تسديدة كانت من فالفيردي وبعد ذلك مرت إلى مرمى عبد الله المعيوف يمثل امكانيات ملوكا مره اخرى بكره عرضيه خطيره عناصرها تقريبا في مناطق الهلال، كره تبقى لفينيسيوس جونيور البينيه لفييتو ثم مورينا والتمريره والتسديده عقب الى جوسابو كويا كره من خطا بنزيما تسديده في مدافع مورينا 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 كره هدف يا زعيم، الهلال يسجل في مرمى ريال مدريد في نهائي مونديال الانديه، مورينا بروعه كبيره كبيره كبيره، هذا الشيء اللي راهن عليه الليله اللي راهن عليه الليله، ضربهم في الهجمات المرتده بعد دبابه موسى مورينا مين هذا مين هذا مين كانه حط الكره، مورينا في الانفراد مورينا في الروعه مورينا في النهائيات بعد امين خطيره بتجربه بيرتي لمسه عقب الى جوسابو حركه متاخره بس مودريتش خطير بكرة عرضية تشامبيونز صوف لبعض على كرة القدم الأوروبية لمسة من مودريتش فالفيردي برافو ليه بدون إيديا صوت التغطية لا زالت اللعبة لمصلحة فينيسيوس ولمصلحة توني كروس عرضية خطيرة التغطية صوت التغطية برافو 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 علي مدريد استغلوا الجهة اليسرى اللي كان فيها أفوات وتحرك بذكاء كبير جدا فالفيردي الوانتو مع داني كارفاخال وسجل ريال مدريد رابع أهدافه في هذا النهائي أمام الهلال السعودي، شوف اللقطة مرة أخرى بين فالفيردي وداني كارفاخال تحرك وبعد ذلك هوب الضربة خلاص المدريدية أي مساحة تترك عقابها صعب وقاتل ريال مدريد يسجل بيتو فرصة بيتو لوسيانو 24 الزعيم يسجل ثاني اهدافه في مرمى ريال مدريد في نهائي المونديال، لوسيانو بعد تمريره كبيره رائعه جدا من سعود عبد الحميد، روعه كبيره جدا من سعود عبد الحميد، الهلاليين يقاتلون لاجل جماهيرهم انهاء المونديال بافضل شكل ممكن، سعود بيبعد الكره سيبايوس مر وبي والكره في المرمى هدف مدريدي خامس،